عملا بالحديث النبوي الشريف، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يكثر الإقبال على اقتناء هذا النوع من التمور من طرف المعتمرين والحجاج لمختلف دول العالم، وبالخصوص الجزائريين منهم. أنا من دائرة تاع بوسعادة، وليت المسيلة، السكنة راني في الساز. أنا جيت نجي في عمرة ونحب ندي شوية من العجوة. المعتمر حاجي لازم يجي للمنطقة، عنده العمرة يؤديها، وثم عنده العجوة وماء زمزم يبارك به. احنا يبصونا يقولنا جيبوا لنا العجوة، كي نعودوا جايين يبصونا يقولنا جيبوا لنا العجوة وزمزم. عندما تأتي هنا لزيارة مناسك العمرة يقول لك جيب لنا معك تمر العجوة، جيبنا معك تمر العجوة، هيا نجيبوا لهم تمر. الجزائري لما يأتي إلى العمرة كيكمل يؤدي مناسك العمرة مباشرة يذهب إلى المدينة المنورة لأخذ ثمر العجوة. لا تنبت ثمار العجوة إلا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتراوح أسعارها ما بين 2000 دينار والأربعة آلاف دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. أهلا وسهلا بكم في مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن نبيع هنا جميع أنواع التمور، وأفضلها نوع العجوة، وهو أكثر مطلوبا في الدول العربية من بينهم الجزائر، وهو أفضل أنواع التمور ونوفرها بجودة عالية. أكثر شيء زيادة عشان نأخذ ناس عجوة تمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تمر المدينة زيادة شيء اللي بيشي تمر العجوة المطلوب. العجوة تراك يأخذ قليل، لكن دولة العرب بيأخذ عجوة زيادة شيء. الجزائر ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا، الجزائريين بيأخذ عجوة زين وكويس. ثمار مباركة تعد من بين أشهر أنواع التمور في العالم، لما لها من فوائد لا تعد ولا تحصى.